السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن مواصلتنا لمشروع التحجين اللي بديناه قبل ثلاث سنين أعتقد. فالحين عندي هذه اللي هم النباتات اللي من الجيل الثالث من الفلفل اللي هجناه، ولكن صار عندي شيء واحد أحب أتكلم فيه معاكم مع هذه الشتلات. في البداية كان عندي 10 أصايص صغار للتشتيل، وكلهم ما شاء الله كان فيهم شتلات صحية وقوية. يوم اللي كنت راح أنقلهم إلى هذه الأصايص خليتهم برا شوي، مكان شوي مشمس، اللي صار إن خسرت تقريبا 3 أصايص من النباتات. ولكن الحمد لله أني ما استعجلت. اللي صار إن أغلب الأصايص كان فيها أكثر من شتلة، فقدرت أفكك الشتلات اللي يعني كذا شتلة في أصيص ونقلتهم. فالحمد لله صار عندي 10 أصايص على أساس نقدر نزرع منهم 10 شتلات ونواصل التجربة على 10 شتلات. كنت جدا متخوف أن التجربة السنة هذه تكون على 7 أو أقل، ولكن الحمد لله يعني حتى هذه أضعف واحدة رقم واحد. الحمد لله يعني فيها نمو، ما أقول يعني نمو قوي، ولكن يعني أحسن من 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 ولا شيء يعني. فالحمد لله كلهم موجودين، وراح إن شاء الله نتابع تطورهم مع الموسم. إن شاء الله راح نشوف الأشكال اللي تطلع لنا من ناحية ثمر ومن ناحية طعام مثل ما سوينا كل سنة، وراح نواصل طريقة التوثيق إن نشوف النبتة من فوق وجذورها ونتذوقها. فراح إن شاء الله نواصل هذا المشروع ونشوف النتائج إن شاء الله. فتابعوا هذه السلسلة، هذه إن شاء الله الجيل الثالث، على أساس إن شاء الله ننتج بذور الجيل الرابع إن شاء الله، فنكون وصلنا تقريبا نص المشوار مع هذا المشروع، لأن مثل ما قلت لازم نزرعها 8 سنين علشان تستقر. فراح إن شاء الله نشوف، خلكم وياي. فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. في أمان الله.